وكل التيم العامل الموجود معنا من خلال هذه الحلقة، وحسام، وفقراتنا اللي كان فيها تطواف جميل في كل أنحاء السودان وحتى داخل الخرطوم. مشينا توتي ما قصرنا الليلة. احنا مستعدين في اي حته معاكم في صباح الشروق، انتوا بس ما تمشوا حته، خليكم في البيت واقعدوا ما تغيروا كثير، تابعوا صباح الشروق. وختام اليوم واحد من اجمل الالحان لعبد الله البعيو، صورتك الخايبة عليه. صورتك الخايبة عليه. مع السلامة. كيف يخلي عيون طفولة الغايب عليه Yeah.
صورتك الخايبه عليها.